أهلا بكم. إذا شئت أن تسيطر على مدينة لا وجود لك فيها ولا قبول، فألصق بأهلها الإرهاب والعديد من التهم الزائفة والمغالطات، وألقها محتشدة قبل أن تطلق جحافلك المتعطشة للدماء. ذلك ما تفعله ميليشيا الانتقالي الممولة من دولة الإمارات في أكثر من محافظة، وهو ما تستهدف به المهرة في الوقت الحالي. تروج لأكاذيب وافتراءات عديدة عبر أدواتها ضمن حملات التصعيد والفوضى التي تمارسها ضد المهرة كامتداد لمسيرتها الميليشاوية، وذلك ما سنتطرق له في هذه المادة. تحرير المهرة من الإرهاب هي تهمة رائجة استخدمتها ميليشيا الانتقالي كثيرا في عدة محافظات، غير أنها ذريعة بدت محترقة في ملامحها الأولى، والميليشيا تحاول إسقاطها على محافظة المهرة التي تميزت باستقرارها الأمني وخلوها من مختلف مظاهر الفوضى، ولم تسجل أي حضور لأعمال العنف والجماعات الإرهابية. تقول ميليشيا الانتقالي إنها تريد السيطرة على المهرة لحماية ثرواتها من النهب. تقولها وهي تسقط المدن بمدرعات إماراتية هي ذاتها من تسيطر بها أبو ظبي على الموانئ والمنشآت الإيرادية، وتمتص ثروات البلد من آبار النفط إلى البحر، بينما الواقع تحظر مؤسسات الدولة في المهرة وهي من يدير ثرواتها وإيراداتها. التحرير من الاحتلال وهي حجة مضحكة مبكية تناقض بها الميليشيا نفسها، فالانتقالي صنيعة الإمارات وعصاه التي يتكئ عليها الاحتلال المدن أو لاحتلال مدن جنوب اليمن، يبرز استهدافه للمهرة برغبته بتحريرها من الاحتلال، وهو هنا يقصد بالمحتلين أبناء المحافظة الذين يرفضون مشروعه وينادون بخروج السعودية والإمارات من أراضيهم. تبرر ميليشيا الانتقالي تصعيدها والفوضى التي تحاول إشعالها في المهرة بأنها ضد ما تصفه بسيطرة جماعة الإخوان، وهذه شبهة واهية تتسق مع أجندة دولة الإمارات وتهدف إلى شيطنة العديد من الشخصيات والأحزاب وتشويه دورها، وهي تهمة دأبت الميليشيا على ترديدها بحق كل محافظة سعت لإسقاطها. كانت مواجهة التهريب أول ذريعة تحاول ميليشيا الانتقالي النفوذ عبرها إلى المحافظات الواقعة على البحر العربي، امتدادا لذات النغمة التي رددتها السعودية في وقت سابق، وهي ذريعة ضعيفة مهزوزة. وأثبت واقع المهرة وأداء أجهزتها الأمنية رداءة الاتهام وهشاشته من خلال جهود أجهزة الأمن في التصدي للتهريب ومواجهة هذه الظاهرة. تردد ميليشيا الانتقالي أيضا اسطوانة تطالب بتسليم إدارة المحافظة لأبنائها، وعند النظر لسلطتها تجد أبناء المهرة على رأس مختلف المناصب المدنية والعسكرية، فكيف يريد الانتقالي إذن تسليمها لأيدي أبنائها؟ أم إن الضمير هنا عائد على الانتقالي نفسه، وما حدث في شبوة وقبلها سقطرة مؤشر واضح لإحلال أنصار المجلس من المحافظات الأخرى مكان أبناء المحافظة.